احمد كيف؟ يا اخ قمت تقول لهم دي الله السلامة يا اخ، طلعت من الحراسة بالسلامة يا اخ، لا تزول قاسي يا اخ. ها؟ يا اخ طلعت يا من الحراسة موضوع بتاع الجماعة ديك يا اخ. يا صديقي يا اخي، يا صديقي يا اخي، يا اخي تشتغل في بوليس؟ لا لا ما في بوليس. طيب مالك مال الناس يا اخي؟ يا اخي بيتدخل مالك بيتدخل في مشاكل الناس يا اخي. يا مساعدة بس والله العظيم يا اخي، بيزيد في الدنيا يا اخي شايلون جنازة، يقول يا اخي الجنازة دي مسروقة يا اخي؟ يا اخي ما جارين شديد لك يا اخي، جوا والله راشين بالجنازة دي رش مبالغة يا اخي، ما هي الجنازة دي يا اخي ما بيمشوا بها بالراحة يمشوا لها في الكتيب يا اخي. مالك ومالهم يا صديقي، مالك ومالهم يا اخي؟ طيب ما قلت والله جاي لطش الجنازة دي لأنه تعرف والله كشفتهم والله تقول لطشنا والله. مالو يا اخي؟ بعدين يا اخي المطر ترجع لسيدي يا اخي. يا طمع قهوه يا اخي، وبعدين المديون نص القروش دي يا اخي اشتري يا اخي. الله هو في السفر كان جاب شاكر يا اخي، فانت قال لساتك زين عليك انا وثاني بقول حاجه ثانيه يا صديق يا اخي، اسمع كلامي كويس. عليك الله ثاني ما تجي خش البيت ده من دور الموتر يا اخي. ممكن زين يكون نايم راقد تيجي كرك 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 وكمان شنو يا اخي شنو؟ لا لا ما تعرف انا بس قايل لك ما فيش، بعدين جيت خش لانه في ناس برا يعني خلي الموتر برا يسرقوا يا اخي. بعدين ما في يا اخي الموتر يا اخي. انت فرد يا اخي، فرد يا اخي، فرد عيل يا اخي، انت عندك عيل عين نعم لكن فرد يا اخي انت يا اخي. ولا شنو يا اخي يا فرده؟ ها؟ محمد؟ يا عايز تنوم؟ اقدر نوم. يعني شنو يعني خارج يعني؟ والله بشوفه. والله دي صغاره صاير لكن قلت انا بس حساس بس الله العظيم بحب المساعده، يعني هسه انا اساعدك بس في انك تنوم لكن الله العظيم صغيره منك، واذا انت عارف اذا جيت بيتنا انا ما بعملها لك، لكن انت والله زول صغير بس والله العظيم. قلت ده اخر مره الواحد يجيكم بيتكم. انا ده اتوهم يجيكم ولا اي حاجه يا اخي.